احنا قفلنا بس المحاضرة وعملنا محاضرة جديدة عشان بس الفيديو ما يكونش كبير. هنيجي نكمل هنا في موضوع الادرس بوك. زي ما قلت لك ان هو بيعمل ايه؟ ان انا لو انا هعمل اوفلاين بتاعي، ان الكاس بتاعي بيروح عايز يعمل كونكت مش هيلاقي كونكت، فهيعمل داونلود اوفلاين ادرس بوك. بعد كده اروح اعمل ايه؟ يروح يكلم الكاس، ما يكلمش الميل بوكس. بعد كده يروح الاول يكلم الاكتيف دايركتوري بتاعي وبيكلم الجلوبال ادرس بوك. نقفل بس عشان نفتحه. بعد كده اروح اكلم مين؟ الاوفلاين ادرس بوك. بعد كده اروح اكلم يعمل ايه؟ اقرب ميل بوكس عندي للكلاينت عن طريق مين؟ عن طريق السبنت بتاعي وعن طريق الكونفجريشن بارتيشن بتاعي. ده لو انا فين؟ في السايت بتاعي اللي هو مثلا اي بي سي مثلا. طب انا لو في سايت تاني مثلا اللي هو زي مثلا بايو ستيم مثلا او اي تي داش اكسترا ده او سمارت اي تي، انا في مكان تاني، يشوف اقرب واحد للكلاينت بتاعي ده مع مين في نفس النتورك. هشوف اقرب واحد معاه في نفس النتورك بتاعتي، وهيروح يبدا الكاس بتاعي ياخد منه الاوفلاين ادرس بوك. اما بياخد الاوفلاين ادرس بوك دي مش بياخد مش بتاعته هو دي، لا بياخد بتاعت مين؟ بياخد بتاعته بتاعت السيرفر التاني. يعني هو بياخد اتنين، بياخد اوفلاين ادرس بوك بتاعته وبتاعت مين؟ وبتاعت السيرفر التاني بتاعه تاني. هو ده عشان كده لما بيجي بياخد الاوفلاين ادرس بوك بياخد بتاعت الجلوبال ادرس ليست اللي هم كل الناس اللي معاه في نفس اورجانيزيشن. مش انا عندي كذا اورجانيزيشنز هنا، الناس اللي معاه في نفس الاورجانيزيشن بقى بيبدا ياخد واحد واحد فيهم. طيب دي وظيفه الاوفلاين ادرس بوك بتاعتي، ان انت هنا وانت اوفلاين تقدر تشوف ايه الادرس ليست او الادرس بوك بتاعت مين؟ بتاعت الناس بتاعتي كلها. خلي بالك ملهاش اي وظيفه تانية. طيب ليها اي استخدامات او اقدر استخدمها؟ مش هقدر استخدمها لان ملهاش اي استخدام تاني اصلا، معلش اي حاجه تاني اللي هي الاوفلاين ادرس بوك، الا الحاجه زي ما قلت لك. مش هقدر طبعا تقدر تبعت ايميل، مش هتقدر تبعت ايميل دايركت، بس هو هيكون ايه؟ هتكون شغاله معاك ان انت تقدر تعملها، تقدر تعمل الايميلات وتحطها درافت عندك، واول لما يشوف كونكشنز هيروح يعمل ايه؟ هتبقى في الاوت بوكس. اول لما يشوف كونكشن يعني هتبدا تطلع لوحديها، يعني على حسب برضه حجمها. يعني دي خلي بالك هي حلوه في حاجه، هي لو انت عندك ايميل بقى هتاخده لوكال من عندك، مساحته كبيره شويه، هو ممكن ياخد ابلود في الفتره دي. طيب انا عندي هنا بقى في الادرس بوك بوليسي بتاعتي، لو انا جيت هنا الادرس بوك بوليسي بتاعتي، حضرتك لما تيجي هنا تقول له كرييت، فين الادرس بوك؟ فين البوليسي؟ من هنا. فين في اورجانيزيشن؟ متهيألي لحظه هتيجي هنا في اورجانيزيشن، ادي الادرس ليست بتاعتي ايه؟ ادي الادرس ليست بتاعتي. هتلاقي عندك هذا، عندك الاول كونتاكت هوم، وهتلاقي عندك الاول جروب، هتلاقي عندك الاول روم، اول يوزرز، الديفولت، جلوبال ادرس ليست بتاعتي، ادي البابليك فولدر. طبعا احنا ما اتكلمناش عن البابليك فولدر بتاعي. المفترض دلوقتي ان انت لو جيت عملت بوليسي خاصه بمين؟ بيوزر معين مثلا، وليكن مثلا مين؟ احمد علي ده. لو انا عملت او احمد جاد حاجه اعمل له بوليسي معينه هنا، البوليسي دي اما تيجي تطبق هتيجي هنا عند ميل فلو، هقول له هنا ادرس بوك بوليسي، هروح اعمل له ايه؟ تحطها له هنا. فاهمين لحد كده ولا حد تعملني؟ باجي هنا في اورجانيزيشن، ادي ايه الادرس ليست بتاعتك، مش كده؟ هنروح هنا نقول له ايه؟ طبعا احنا عملنا اكسبت الدومين قبل كده، هنيجي هنا نروح نقول له اد ادرس بوك، نيو ادرس ليست بتاعتي، نيو ادرس ليست. طبعا احنا في جزئيه هنختصرها،
هقول له هنا كرييت، اقول له النيم بتاعتي هنا ايه، اقول له مثلا ايه لا احنا عايزين حد، لا حد مش احنا عندنا مين هنا اس جي مثلا ايه. احنا عايزين نشوف اليوزر بتاع اس جي مثلا. حظك يا زلمه، لا اس جي هاخد نفس اس جي. هنجي هنا هنقول له كده اس جي داش اي تي اف. طيب الادرس ليست باس بتاعتها تبقى فين؟ انت في الاول كونتاكتس ولا الجروب ولا البابليك؟ طبعا انت لو عملت هنا كده تبع الكل، قال لك اول كونتاكتس ايه؟ هنا بعد بيقول لك ايه؟ اونلي ذا فولوينج. هنا بقى نختار ايه؟ بيقول لك هنا اول ذا فولوينج ريسيبيانت تايبس. هنيجي نختار له بقى ايه هنا؟ يوزر ويز اكسشينج ميل بوكس. هنا اد جروب، اد رولز عندي الناس اللي موجود عندهم في الكامباني بتاعتهم ايه؟ اس جي. ما دي براحتك. داش اي تي اف. هنيجي هنا نقول له اد اوكي ماشي كده، هنقول له سيف. خلي بالك ان انا ممكن هنا زي ما قلت لك ايه اعمل لهم الاتربيوت المعينه. طبعا عملت هنا بي اس جي. خلي بالك ان انت هنا ممكن تعمل لهم اتربيوت، يعني احنا بدل ما احنا عاملين كومباني انت كنت ممكن تقول له هنا ادرول وتروح تقول له انا عايز اللي هم الاتربيوت بتاعتهم في الاتربيوت بتاعتهم مكتوب فيها كذا. دي على حسب انت عايز بقى، زي ما انت تختار يعني. طبعا انا مش هسيف دي مش كده. وفي الاخر هنروح نقول له ابديت، اقول له يس. دي خلي بالك ان انا ممكن اروح اعمل للناس، ممكن اروح اعمل ايه الافضل انت طبعا تروح تبقى هنا عندك في تبقى عندك هنا او يو خاصه بمين؟ بي سي جي، عشان احط فيها الناس دي المعينين. اقول له كده اي سي جي داش اي تي اف. ناخد دول كده كوبي عشان ايه نحطها عند بعض الناس. لو جينا هنا مثلا في مين؟ في سيلز. لا ممكن. لا يا عم احنا اتكلمنا عنهم كتير. لا كريت يوزر يا عم. كريت كده يوزر، نيو يوزر. نسميه مثلا ايه؟ مراد. واحد اتنين تلاتة. طبعا لازم نيجي هنا على مراد ونعمل ايه؟ هنيجي هنا في organization، هنيجي هنا في company، هنقول له ايه؟ اي سي جي داش اي تي اف. هنيجي نكريت يوزر تاني مثلا هنا هنسميه منير. اسهل بتتكتب كده احيانا، بس في ناس بتكتبها كده. كده نعمل واحد تاني. Thank you.
نعمل واحد تاني اسمه أسامة. ما حبوش الاسم ده. نعمل واحد يوزر تاني خمسة كده نسميه معايز. مش معايز برضو؟ أراكم في حاجة تاني. هما خمسة بس كفاية. شريف. لا هو شريف الغلبية بس. بس كده نيجي هنا نيجي نعمل لهم هنا بالبوكس ايه دول محطوط لهم تمام كده هنيجي كارت لهم الميلاد يا ماجد نعمل لهم داتابيز برضو ماشي كده وماونت ده اهي هنيجي هنا نروح نعمل ايه نروح نكريت لهم من البوكسز السجيل في 2010 و2007 كنت تقدر تعمل اكتر من واحد 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 بس منير ماشي كده عملنا لهم ايه من البوكس بتاعتها
لو انا دخلت كده باي يوزر منهم، بص كده، لو انا كده هنا وقفنا على اي نسخه من النسخ في الويندوز بتاعتنا، اصبر لو انا جيت هنا قلت له مثلا ايه منير، مش عارف انا في ايه، عندك شريف وعندك شايفني برام ولا ايه؟ انا لسه ما عملتش حاجه، انا بس عايز اشوف حاجه معينه، بس هوريك حاجه. لو انا كده قلت له ايه سويتش يوزر، اسامه 1 2 3، طبعا هنا ايه نيجي نفتح الاوتلوك، نفس الكلام بقى تيجي لو كان هنا فتحنا الاوتلوك بتاع الراجل ده، سيرتيفيكيشن طبعا، سواء اليوزر ده او اليوزر ده لو جه هنا فتح الادرس بوك هتلاقي ظهر لك الادرس بوك بتاع مين، بتاع الناس كلها، الجلوبال ادرس ليست بتاعتي هنا. طب انا لو قلت له اول كونتاكت اول ادرس ليست اهي، طبعا هنا جايب لك، المفروض يجيب لك كل حاجه، انت بتيجي تقف هنا على الجلوبال ادرس ليست بتاعتي فبيجيب لك الناس كلها. انا بقى عايز بقى ما يجي يظهر هنا يظهر لي بتاع مين، الناس بتاع الشركه بتاعتي بس، الناس اللي هم موجودين في الشركة بتاعتي أنا بس. حتى أنا لو جيت هنا اللي هم SG-ITF هم دول اللي ظهروا لي، ما ظهر ليش الجلوبال ادرس ليست بتاع مين، بتاع الدنيا كلها. طب في الحالة دي بقى احنا بنيجي هنا على الدومين كنت على الاكسشنج سيرفر بتاعي وبنقول له ايه، زي ما قلت لك ان بعد كده بنروح نقول له ايه ميتينج روم، وبنقدر نعمل له اي حاجه. كل الناس ظاهره لك عندي هنا، انا عايز اخصص ناس بعينهم في كل واحده من الحاجات دي. هنروح نيجي هنا هنروح له، طبعا لو انا عايز اخلي كل يوزر باسم اليوزر يعني كل شركه باسم الشركه بتاعتها، كل واحده تعمل له ايه، هتروح تعمل له الادرس ليست بتاعته. طب انا لو جيت هنا عند اليوزر ده عند ماجد مثلا، وجيت هنا عند ميل بوكس فيتشرز، هل هنا في حاجة ظهرت لسه؟ لسه بدري. دي احنا بنقدر بنروح نكريت القصة دي كلها بقى ايه عن طريق الباور شيل، بنقدر نكريت بتاعته دي الريسورسز ميل بوكس بتاعته كل حاجته الريسورسز والكونتاكت والجلوبال والحاجات دي كلها
لازم نروح نكريتها له عن طريق الباور شيل اللي موجوده هنا في الكومباني دي. خلي بالك بتاعه اي سي جي دي موجوده الناس كلها. طب انا عايز اخص ناس بمعين، ناس معينينهم، ناس بعينهم. في الحاله دي زي ما قلت لك احنا هنيجي هنا في اورجانيزيشن، نعمل اول حاجه الرول بتاعتنا اللي اسمها ايه، اي سي جي داش اي تي اف. بعد كده نروح هنا نفتح الباور شيل بتاعنا عشان نبدا نشتغل عليه. لازم في 2013 لازم باور شيل. ايه هو السمارت كوماند؟ المهم بس خلي بالك ان الباور شيل في حاجات عندك زي ما قلت لك قبل كده في الاكسشينج سيرفر بتاعك ما ينفعش تتعمل الا منين؟ من الباور شيل. وفي حاجات ما ينفعش تعمل من باور شيل يعني بتعمل من الجي اي. بس طبعا هو بنسبه 95% او 98% كل حاجه تقدر تعملها عن طريق الباور شيل. يعني الجي اي هو بتعمله باور شيل. بس هي مشكلتها ان انت تكون حافظ كوماندز كتير. طب انا بكاري تديني دي ازاي عندي؟ بتيجي هنا تقول له نيو داش ادرس بالتاب. طبعا انت بتكمل تكتب اول كلمتين نيو ادرس بوك بوليسي ليست نيو ادرس ليست، هتقول له كده سبيس، تحط له كوتيشن. عايزين نسميها ايه؟ عايزين نسميها اي سي جي داش اي تي اف، ونقفل الكوتيشن. ماشي كده؟ هنا بقى هنقول له كده سبيس داش، هنقول له الناس اللي موجودين في الريسيبيانت فلتر، وتيجي نفتح له القوس ده. لازم القوس ده وتيجي تعمل له القوس ده. بعد كده تقول له كده company هتقول له كده داش، هتقول له space داش equal، وتكتب له هنا quotation. equal هنقول له كده quotation على طول، ونكتب له اي سي جي داش اي تي اف، ونروح نقول له ايه، نقفل القوس ده، نقفل كوتيشن وده. بعد كده في القوس الكبير لازم يكون مفتوح. هنروح نقول له كده اند ونيجي نقول له هنا اكبر من دي، هقول له ريسيبيانت recipient type dash equal user mail box طبعا انت هنا لو انت عايزها لليوزرز بقى تقول يوزر ميل بوكس. وبنروح قافلين بقى تي قافلين القوس ده وقافلين ده، صح كده؟ بص كده لو جينا هنا على الكوماند، ادي الباور شيل، ادي الكوماند بتاعنا عشان احنا عملنا، ادي الكوماند اهو ريسيبيان تايب ودي الاكويبمنت. يعني احنا ممكن نعمل واحده تاني باسم مين؟
بدل سمارت اي تي نعمل واحدة اي تي داش اكسترا. نفس الكلام هنا. اي تي داش اكسترا. لو انا جيت هنا بقى على ريفريش، عملت ريفريش كده، هتلاقي كريت لك ايه؟ واحد اي تي داش اكسترا. كل عليك طبعا هنعمله ايه؟ ابديت ليه. القصه دي اللي احنا عم بنعملها دي، القصه دي في ان انا جاي دلوقتي اي حد اللي جاي تبع الشركه لسه الناس دلوقتي الموجودين في اي تي داش اكسترا هيروح ليهم، الناس الموجودين في سمارت داش اي تي كل واحد الادرس لسه بتاعته تروح فين؟ هتروح هنا تبع الجزئيه دي. طيب هنيجي نروح نكريت بقى، نروح نكريت اوف لاين ادرس بوك. هنيجي هنا عند الباور شيل قبل ما يكريت، هنيجي هنا نقول له اوف لاين، هنقول له كده نيو داش اوف لاين ادرس بوك معايا كده عشان الكوماند. هنكريت باول حاجه كريتناها ايه؟ الادرس ليست. تاني حاجه هنتكريتها الادرس بوك، نيو ادرس بوك ماشي كده. هنقول له كده سبيس، هنفتح له كوتيشن، هنعملها باسم مين؟ نعملها مثلا اس جي داش اي تي اف ونقفل الكوتيشن. تمام كده. خلي بالك لازم تيجي هنا وتقول له اوف لاين ادرس بوك، هنسميها ايه؟ اس جي داش اي تي اف اوف لاين ادرس بوك سبيس، هنقول له داش ادرس اللي هي الادرس ليست بتاعتها اسمها ايه؟ اي سي جي داش اي تي اف ونقفل الكوتيشن. بص كريتت هنا اهي. الكوماند بتاعي اللي هو نيو اوف لاين ادرس بوك اس جي داش اي تي اف اوف لاين ادرس بوك، وانا اقول لك ايه اس جي. طيب احنا برضو ممكن نعمل واحده تاني باسم مين؟ اي تي داش اكسترا عشان ده الدومين الاساسي بتاعي. اي تي داش اكسترا برضو اوف لاين ادرس بوك، وهتيجي هنا في الكوتيشن الاخير هتقول له ايه؟ هقول له اي تي داش اكسترا وتدوس له انتر. راح كريت لك مين؟ قال لك خلي بالك ان الدومين بتاعك ايه؟ الدومين بتاعنا كده اللي هو اسمه بي دي سي داش، هي ريليتد بمين؟ بده. هنخش بعد كده على مين؟ خلي بالك هعملها بعد كده، هعمل له بعد كده جلوبال ادرس ليست، هعمل له بعد كده ايه؟ جلوبال ادرس ليست عشان لما يظهر له الجلوبال ادرس ليست، ودي لازم باور شيل. يبقى احنا الاوفلاين لازم باور شيل، والادرس وادرس ليست لازم باور شيل. الادرس ليست ممكن تعمل جي او اي، انما الاوفلاين ادرس ليست تتعمل باور شيل عادي، والجلوبال تتعمل لازم باور شيل. هنيجي هنا نقول نيو داش جلوبال ادرس ليست ماشي كده، هنقول له سبيس، هنفتح له كوتيشن هنسميها ايه؟ هنسميها اي سي جي داش اي تي اف سبيس جي اي ال جلوبال ادرس ليست ونقفل الكوتيشن ماشي كده. للريسيبيانت فلتر اسمهم ايه بقى؟ نفتح كده ونفتح القوس ده ونقول له الكومباني اللي عندهم الكومباني
الكمباني بتاعتهم equal، هنفتح كوتيشن ACGD-ITF ونقفل كوتيشن ونقفل القوس ونقفل القوس ده، ماشي كده. اتكريتد دلوقتي الجلوبال ادرس ليست. طبعا احنا ممكن ايه، ممكن نعملها على مين؟ على اي تي داش اكسترا، اي تي داش اكسترا، وهناك هنقول له اي تي داش اكسترا انتر كريدت اهي، مش كده. بعد كده هنروح نكريت البوليسي بقى. البوليسي بقى لما بنيجي نكريتها عشان تظهر لليوزر عندي البوليسي دي، اما تظهر عندي هنا بقى في عند اليوزر ده، بص عند اليوزر عندي هنا، لو جيت في ريسيبيانت وجيت هنا مثلا عند ماجد وجيت هنا عند الميل بوكس فيتشرز، عشان تظهر هنا لازم نكريت له بوليسي عن طريق ايه؟ برضو الباور شيل، ماشي كده. طبعا هنعمل له ايه؟ هيجمع فيها، هنجمع فيها الادرس ادرس ليست، وهنجمع فيها الادرس الجلوبال ادرس والاوفلاين، وهنجمع له فيها الروم، الروم ادرس ليست. بيجمع فيها اربع حاجات. الروم هنكريت لك، هنكريت الروم. استنى، احنا كريتناها ولا لا؟ احنا كريتين روم قبل كده، مش احنا مكريتين روم؟ فين كده؟ لو جينا في الريسورسز اهي، ادي الميتنج روم اهي، دي بتاع بي سي، هتظهر لمين؟ الاي تي داش اكسترا، صح؟ لو انا جيت هنا برضو ممكن اجي هنا عند اس جي واكريت له هنا ايه؟ نيجي هنا نقول له انا عايز اكريت نيو ميتنج، هتسميها ايه؟ اس جي داش اي تي اف داش روم، ماشي كده. الايميل يبقى هنا هنحطها فين؟ اس جي، اللوكيشن بتاعتنا هتبقى في اس جي، اس جي روم زي ما هي. الفون اي حاجه، مثلا رقم تليفوني انا اهي، ديليجيت لو احنا ندي ديليجيت هنا، المور الالياس بتاعتها هنحطها في انهي داتابيز؟ في اس جي، اقول له سيف. احنا لو جينا هنا بقى عملنا ريفرش كده، لو جينا هنا عند الروم وجينا هنا وجينا في كومباني اس جي داش اي تي اف وقلنا له اوكي ابلاي، عملنا بس ايه ريفرش، ميل ادرس طبعا لسه هتسمع يعني، اقول له خليها اوتوماتيك، جابت ايه؟ جمعت اوتوماتيك اهي. هنيجي بقى نعمل ايه؟ طبعا احنا كريتنا كده، يبقى انا خلاص كده بقى هعمل ايه؟ الكلام كلام عاوز اعمل ايه؟ اعمل بوليسي عشان الناس تقدر تشوف ايه؟ تقدر تشوف الادرس ليست بتاعتهم فقط في كل شركه. هتشوف ايه بقى؟ لازم يكون عندك الادرس ليست بتاعتك الجلوبال، ماشي كده، الادرس ليست بتاعتك، ودي الادرس ليست بتعمل جي اي، يبقى احنا نكتبهم لك كده عشان نكون عارفينهم. فين صفحه الوورد اهي؟ لو انا جيت هنا عشان اعمل ادرس ليست بتاعتي، اول حاجه هاجي اعمل ادرس ليست، الادرس ليست دي بتتعمل جي او اي،
وبتتعمل باور شيل، مش كده؟ الاوفلاين ادرس ليست بتتعمل ايه؟ قلنا بتعمل باور تالت حاجة عندك الجلوبال، الجلوبال ادرس ليست دي باور شيل. اخر حاجة عندك اللي هي الروم ادرس ليست بتاعتك، دي بتتعمل ايه؟ دي بتتعمل دي اوبشنال، خلي بالك يعني انت لو عندك او عندك اكويبمنت بتعملها انت عندك طبعا، بتعمل جي او اي وبتعمل باور شيل. هنيجي نكمل بقى. هنيجي هنا على الباور شيل بتاعي ماشي كده، هنيجي نقول له بقى نيو، ده الكوماند اللي هيلمع هيجيب كل حاجة. هقول له نيو ادرس بوك بوليسي، جت في الاول نيو ادرس، نيو ادرس بوك بوليسي ماشي كده. هنفتح كوتيشن اللي عندك هنسميها ايه؟ هنسميها اي سي جي داش اي تي اف بوليسي، ونقفل ايه الكوتيشن ماشي. الادرس، الادرس ليست بتاعتك اسمها ايه؟ هنيجي نفتح كوتيشن ونعمل له السلاش دي، هنقول وهنقول له اي سي جي داش اي تي اف ليست، احنا سميناها كده، لا سميناها كده ماشي. بعد كده هنقول له كوما، هنروح نقول له ايه سلاش، وهنقول له اللي انت عندك الروم بتاعتك اسمها ايه؟ اي سي جي داش اي تي اف داش ايه روم، ونقفل الكوتيشن ماشي كده. هنقول له داش انت عندنا جلوبال ادرس ليست اسمها ايه؟ هنفتح كوتيشن وهنقول له اسمها اي سي جي داش اي تي اف جلوبال، جلوبال ادرس ليست صح كده. هنقول له سبيس، هنوز داش اللي احنا عندنا اوف لاين ادرس بوك اسمها ايه؟ اي سي جي داش اي تي اف جلوبال ادرس اوف لاين اللي هي اوف لاين ادرس بوك صح كده، وهنقفل الكوتيشن. هنيجي نقول له بعد كده ايه؟ عملنا احنا كده جمعنا ايه؟ ادي الادرس ليست اهي، ادي الروم، ادي الجلوبال، ادي ايه؟ الاوف لاين. باقي المحاضره بتاعتنا عشان طبعا الكهرباء قطعت، هنكمل باقي المحاضره على كارت الادرس ليست بوليسي، الادرس بوك بوليسي. طبعا زي ما احنا قلنا ان احنا فيها دي هنجمع فيها اربع حاجات، هنجمع فيها الادرس ليست، هنجمع فيها الاوف لاين ادرس ليست. طبعا الادرس ليست بتاعتنا دي بتتعمل جي اي وبتعمل باور شيل، الاوف لاين ادرس ليست دي بتتعمل باور شيل، الجلوبال ادرس ليست بتعمل باور شيل، الروم طبعا بتعمل جي اي، بتعمل ممكن تعمل برضو باور شيل. يعني احنا دلوقتي احنا عملنا ايه؟ احنا اول حاجه عملنا الادرس ليست بتاعتنا اللي هي الاي سي جي، بعد كده رحنا عملنا الاوف لاين ادرس بوك، بعد كده رحنا عملنا الجلوبال، وطبعا كنا عملنا قبل كده الروم بتاعتنا اللي هي
sdg-itf ودي الروم بتاعتنا. هنيجي بقى نعمل ايه؟ نكريت الادرس بوك بتاعتنا الاوف لاين البوليسي بتاعتنا. هنقول له كده نيو داش ادرس ادرس بوك بوليسي، هندخله كده، هنقول له هنسميها sg-itf policy، ونقفل الكوتيشن. هنقول له كده ان الادرس ليست بتاعتنا كانت اسمها، نفتح كوتيشن، اسمها sg-itf، مش كده؟ ربنا في organization اسمها كده اهي. وهنقفل الكوتيشن. هنقول له احنا كان عندنا الجلوبال ادرس بوك، ودي نفتح كوتيشن، وهنقول له اسمها sg-itf gel اللي هي جلوبال ادرس ليست. وهنقفل كده، ندي سبيس. هنقول له احنا عندنا اوفلاين اوفلاين ادرس بوك، ودي كان اسمها sg-itf اوفلاين ادرس بوك. وهنقفل الكوتيشن، المفروض بقى ندوس انتر، يقول لنا الروم ليست بتاعتنا اللي هي اسمها sg-itf ادت كريتت معانا اهي. شايفين البوليسي كانت واقفه الحته دي في الاخر برضه، يعني قال لك ان النيم بتاعتنا اسمها sg-itf، الجلوبال ادرس ليست بتاعتنا اسمها sg-itf gel اللي هي جلوبال ادرس ليست، الادرس ليست بتاعتنا اسمها sg، الاوفلاين ادرس بوك بتاعتنا اسمها sg-itf، الروم ليست بتاعتنا اسمها sg-itf. لو انا دلوقتي جه رحت على الريسيبيانت، اي ريسيبيانت عندي هنا كده من اللي هم موجودين في sg، يعني مثلا شريف، لو انا جيت هنا دوست دبل كليك عليه وجيت هنا في ميل بوكس فيتشرز، هتلاقي ظهرت لك ايه؟ ادي الاي سي جي اللي احنا عملناها عشان تطبق عليه البوليسي بتاعتنا دي. طبعا كل عليك هتيجي توقف عليه كده وتقول له ايه؟ سيف. نفس الكلام هنيجي هنا مثلا عند اليوزر ده الميل بوكس هنا، انا اقول له سيف. هنيجي هنا عند ميل فيتشرز، هنروح نقول له ايه؟ اس جي، ونقول له سيف. معلش هات لنا الكوماند تاني يا باشمهندس. ماشي، ادي الكوماند اهو. تمام يا باشمهندس. لو جينا بقى فتحنا يوزر ودخلنا بقى على اوتلوك بتاعه، في الفيديو ثواني بقى ما الجهاز ده يقوم. لو جينا هنا كده بقى على يوزر، دخلنا مثلا باليوزر اللي هو شريف،
عايزين يوزر هنا. شريف مش هنا. ممكن ناخد دول شوية دول نحطهم فين؟ الموف نحطهم هنا في اس جي. ونيجي هنا ونيجي عند الكومباني اس جي GF apply K ونيجي هنا company دبل اي ادلو دبل اي طبعا اليوزر دول ليهم عندنا ايميلات اللي هو رؤوف ونبيل دول طبعا دول اللي عملنا لهم كده المفروض يتغيروا الاسم بتاعهم يعني روف ده لو جه هنا في ميل ادرس المفروض كده يغير الاسم ادي يا عم شريف وبالدار البيضاء اجرى الوزير الاول تشيكي مباحثات مع رئيس الاتحاد العام لمقاوله المغرب صلاح جينا هنا بقت عند اليوزر لو جينا فتحنا كريتنا كده الاكونت بتاعه ميل بوكس عمل اوتو ديسكفري نفس القصه هنا عند الراجل ده لو انا جيت هنا قلت له قلت له باسورد من طريقة جينا فتحنا الميل بوكس بتاعه لو جه هنا شاف الادرس بوك مش كونكتد مش مدخلين هنا جيت واي جيت واي كده كونكتد بصوا كده ادي لو انا جيت هنا على الجلوبال ادرس ليست هو جايب مين دلوقتي جايب الناس اللي موجودين في اي سي جي ادي الناس الموجودين هو مش هيجيب الا اليوزر بتاعه بس اهو ادي مش جايب الا اليوزر بتاعه بس ادي انا دخلت بمين دخلت دلوقتي بعمر لو انا دخلت مثلا بواحد كده زي رؤوف برضو قلت له لوج اوف هنيجي هنا سويتش يوزر هقول له كده رؤوف عايز الباسورد مش راضي كريتو ليه قول له لوج اوف
تشينج الباسورد رؤوف ده، انا دور ست باسورد لو جينا كريت نبعت الميل بوكس بتاع الراجل ده، جينا هنا فتحنا الاوتلوك بص كده. لو جينا هنا على الادرس بوك ده يجيب لك مين؟ بص كده ادرس بوك جاب لك الناس اللي هم معاه في نفس الاورجانيزيشن. ادي جاب لك ايه؟ اس جي داش اي تي اف. بس ادي الجلوبال ادرس ليست بتاعته، ادي اس جي داش اي تي اف. يبقى احنا كده عرفنا قصه موضوع البوليسي بتاعتنا دي. خلينا دلوقتي هنا، يبقى احنا عرفنا قصه موضوع ان البوليسي دي، ان انا دلوقتي اما باجي هنا باجي هنا في اورجانيزيشن وبقول له الادرس ليست بتاعتي، باجي لما بكريت له ادرس ليست هنا بخليه يظهر له الناس اللي هم معاه موجودين في نفس الاورجانيزيشن بس. يعني انا زي ما قلت لك، انا لو سيرفيس بروفايدر، لو انا سيرفيس بروفايدر وانا بالنسبه لي عندي شركات كتيره ومش عايز يظهر للناس الا اليوزرز اللي موجودين معاهم بس، فانا بعمل له ايه؟ بعمل له زي ما قلت لك، بعمل له ايه؟ الادرس ليست بتاعتي، وبعمل له بوليسي للادرس ليست. يبقى احنا بنعمل اربع حاجات. قلت لك بنكريت ادرس ليست، بكريت له اوف لاين ادرس بوك، بكريت له جلوبال ادرس ليست، وفي الاخر بكريت له البوليسي. احنا كريتنا طبعا الادرس ليست بتاعتنا اهي. بعد كده احنا رحنا كريتنا هنا في الريسورسز، كريتنا روم باسم اس جي داش روم. بعد كده كريتنا اوف لاين ادرس بوك، وبعد كده رحنا كريتنا اخر حاجه البوليسي بتاعتنا اللي احنا كنا بنيجي هنا بقى على الريسيبيانت، على اي واحد من الناس دي. وكنت بقول له ايه؟ كنت باجي هنا على الاسم بتاعه، وكنت بروح هنا على ميل بوكس فيتشرز وبقول له انت تبع مين؟ تبع اس جي. ادي بشاور له على البوليسي بتاعتي اللي هي اس جي داش اي تي اف. تمام كده؟ اي يوزر نفس الكلام كده يعني. يبقى احنا كده وصلنا بالنسبه للسيتنج بتاع الريسيبيانت، خلصنا كده الميل فيتشرز. اخر حاجه عندي ميل بوكس ديليجيشن. في الميل بوكس ديليجيشن هنا بقى دي اخر جزئيه بالنسبه لي، ان انا بعمل ايه؟ اما باجي هنا بيقول لك سيف از، ذا سيف از ا بيرميشن الاوز ديليجيت تو سند ميل فروم ذس ميل بوكس، ذا مسج ويل دي ابير to have been sent by a mailbox owners. يعني انت ما عايز تحط حد هنا، انت بتقول له ايه؟ لو انت حطيت يوزر هنا، اليوزر ده هيبقى بالنيابه عنه ان هو يقدر يعمل له عمليه سند. يعني مثلا ايه؟ اليوزر اللي هو اسمه نبيل ده، بالنيابه عنه ان انا اخلي حد يقدر يعمل سند عن طريقه. يعني انا مثلا لو ضفت هنا قلت له انا عايز اخلي حد من نفس ال اخلي عمر عندك هنا، يقول لك ايه؟ بالنيابه عنه ان هو يقدر يرسل ايميلات. يعني
يعني انا مثلا ايه، لو انا جيت فاتح هنا، هو ده مش هيعرف يفتح ليه كده، لحظة نوقف ثانية. هاجي هنا عند اليوزر ده، هفتح انا هنا بعمر. يبقى انا زي ما قلت لك ايه، انا هخلي عمر يبقى بالنيابة عن نبيل ان هو يقدر يرسل ايميلات. بص كده، انا بالنسبة لي عمر اهو، انا عايز ابعت ايميل. عندك هنا حاجة اسمها لو انا قلت له هنا سند ايميل، فين طبعا هو برضو هنا يقدر يحط الايميل بتاعه. يعني انا لو انا جيت هنا قلت له انا عايز ريسيبيانت، عايز اللي هو نبيل، ديسكفري، وهيجيبوا لك هنا معايا. يعني زي ما قلت لك ايه، ان انت لما بتيجي تضيف هنا يوزر، اليوزر ده بيعمل لك ايه، سند از لفلان. يعني هنا في ديليجيت، يعني هو بيرسل بالنيابه عن فلان. يعني هنا دلوقتي نبيل ده هيرسل بالنيابه عن عمر، هيرسل بالنيابه عن نبيل هنا. طبعا انت بتستخدم ده في ايه؟ بتستخدمه مع السكرتيره. يعني انت عاوز تبعت ايميل باسم مدير الشركه، عايز تبعت ايميل باسم مدير الشركه، فالسكرتيره عندك بتروح تضيف لها الايميل بتاع مدير الشركه، فهي تقدر ترسل ايميل بيكون باسم مدير الشركه عندك. send from، طب عندي بعد كده ايه، عندي send on behalf. يعني ايه send on behalf؟ كلمة send on behalf يعني لو انت عاوز يشوف الميل بوكس، يقدر يشوف الميل بوكس بتاع التاني بتاعه. يعني بدل ما يعمل send هنا يسند باسمه، يعمل لك سند اون بيهاف، يعني بالنيابه عن محمود بس، عن نبيل هنا. هنا سند اون بيهاف ان هو بيرسل بالنيابه عنه. طيب عندك حاجه هنا اسمها اكسس فول اوبشنز بقى. هنا الاكسس دي ان هو بيقول لك اذا فول اكسس بيرميشن الاو ديليجيت تو اوبن ذس يوزر ميل بوكس اند بيهاف اند ذا ميل بوكس اونرز. يعني ان انت هنا بتديله فول اكسس ان هو يقدر يشوف الايميلات بتاعته، ان هو يقدر يشوف الايميلات بتاعته. يعني انا لو دخلت حد هنا، انت هو يقدر يشوف الايميل بتاعه كامله، يعني يقدر يروح الايميل بتاعه كله يجيله. طب مهنج ليه كده؟ يبقى انا عرفت كلمه سند از بيعمل ايه، بيرسل بالنيابه عن فلان. ده يرسل بالنيابة عن فلان. لو انت عايز حد يقدر يشوف الميل بوكس، بتيجي هنا وتروح تقول له send on behalf. يعني هو هيقدر يشوف الايميل بتاعه كله، ويقدر يبعت منه، يقدر يبعت من الايميل التاني ده. اوبشن ده طبعا انت بتدي لحد فول اكسس على الايميل. يعني انا اقدر ادخل على ميل عندي في الاوتلوك، وتقدر تعمل ايه، تقدر تشوف اليوزر الايميلات بتاعت الراجل كلها، وتعمل يبقى فول اكسس على الايميل ده كله كاملة. يعني حد عنده سؤال يا جماعة في بالنسبة لديليجيت؟ معايا يا جماعة؟ تمام يا هندسة، معاك. يبقى انا دلوقتي عندي كلمة ديليجيت اللي قلنا سند از. يعني ايه سند از؟ يعني سند از هيبعت سمير. عندك هنا سمير، عندك ياسر اهو. ياسر ده انا لو دخلت هنا في سمير،
يبقى هيعمل ايه؟ يبقى سمير هيرسل بالنيابة عن، هيبقى يرسل بالنيابة عن اللي عن الراجل ده. زي ما قلت لك ان انت لو انت عندك سكرتيرة، السكرتيرة عايزة تبعت ايميل باسم المدير بتاعك، دي الطريقة بتاعته. يعني انت بتبعت باسم المدير، يعني عندك حاجة اسمها send on behalf، يعني انت بتبعت بترسل بالنيابة عن فلان، او بتكتب مثلا ايه، ببعت بالنيابة عن الراجل فلان. طبعا ايميلك هيكون ظاهر فيها. اخر واحدة full access، دي فول اكسس، دي ان هو بياخد كل الفول اكسس على الايميل كله بقى، يقدر يرسل ويستقبل منه ويعمل كل حاجه. يعني يعني عندك هنا في الايميل يظهر لك الايميل بتاعه هو، يعني انا اقدر اشوف الايميلات بتاعه الراجل دي. يبقى انا عرفت دلوقتي الميل فيتشرز، خدنا فيها، خدنا كده البوليسي، الادرس بوك بوليسي، وخدنا بعد كده الديليجيشن، خدنا السيف از، وخدنا سند اون بيهاف، وخدنا الفول اكسس. دول اخر جزئيه بالنسبه لنا في السيتنج ايميل بوكس، وخدنا فيها كده الادرس بوك بوليسي. هنقفل كده بعد ما هناخد الموضوع جديد.